السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال الراغب: الذل من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود، لقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقوله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفيما عدا ذلك يكون مذموما، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، من أسباب الذل الذي جعله الله جل وعلا عقوبة لمن عصاه وخالف أمره، أن من كفر به وحارب أولياءه كانت عاقبته الذل في الدنيا والآخرة. قال تعالى عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المفسرون: ألزم اليهود بالذل في أي مكان وفي أي زمان إلا بحبل من الله، أي بعهد بينهم وبين أهل الإسلام، وحبل من الناس، أي بحماية غيرهم من الناس، كما أخبر جل وعلا أنه كتب الذل والصغار عليهم. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ومن الأسباب، من أسباب الذل، التكبر على أوامر الله واحتقار عباد الله. فروى الترمذي في سننه من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، أي على صورة الرجال ولكنهم كالذر كالنمل الصغير، يغشاهم الذل من كل مكان، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يعني نار عظيمة، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وعصارة أهل النار أي قيح والصديد والدم الذي يخرج من أهل النار طينة الخبال، أي ما يفسد الجسد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الذل كذلك النفاق، من أسباب الذل النفاق. قال سبحانه عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وكما أن الذل عقوبة في الدنيا فهو كذلك عقوبة في الآخرة. قال سبحانه: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي الآية. وأهل المعصية يجدون الذل في قلوبهم وإن حاولوا إخفاءه. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال، طقطقت بهم البغال أي أصوات حوافرها، إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، هملجت بهم البراذين أي مشت مشيا يسيرا، والبردون الفرس غير الأصيل، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله
إلا أن يذل من عصاه. وفي الآية الكريمة: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الذل. فروى أبو داود في سنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والعزة لمن أطاع الله، قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أي تعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بمعصيتك. ولذلك كان من دعاء السلف: اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. والمؤمن عزيز وإن قل ماله أو جاهه، قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمؤمنون عزة وإن كانوا قلة إذا صدقوا في إيمانهم وطاعة ربهم، قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ أيها الإخوة الأفاضل، الذل يطلق على معان كثيرة، فمن معانيه التواضع، قال سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وتطلق كذلك الذلة على القلة، قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة. وتطلق كذلك على السهولة، قال سبحانه: وذللت قطوفها تذليلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل إنسان في هذه الدنيا لا بد أن يؤذى، فمن آثر معصية الله جل وعلا على طاعته سبحانه كان ما يحصل له من الشر أضعاف ما فر منه، كما في الآية الكريمة: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ولذلك من احتمل الطاعة على ما فيها من تعب ومشقة وإهانة على المعصية وما فيها من كرامة أو نيل شهوة أو رئاسة أو مال، فقدوته في ذلك يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين، وله العاقبة في الدنيا والآخرة. فإن يوسف عليه السلام خاف من ربه جل وعلا أن يقع في هذا الذنب، ولذلك آثر الطاعة على ما فيها من الحبس والذل والتعب والمشقة على المعصية وما فيها من قضاء شهوة ورئاسة ومال وما أشبه ذلك، لأن امرأة العزيز لو طاوعها لنال ما يريد، فهي السيدة وزوجها في طاعتها. انتهى كلامه رحمه الله. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين، فروى الإمام أحمد مسنده من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، أي بيت طين ولا بيت شعر، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله تعالى به الإسلام وأهله
وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قال تميم الداري: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، من أسلم منهم نال الشرف والرفعة والعز، ومن كان منهم كافرا أصابه الذل والجزية والصغار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.